Hello, good morning, students. The date is 21st of October 2020. Today is Wednesday. Yes, we will talk about continue. Yes, we will continue past of have. بدنا نحط يا رابع أسئلة. هنكتب أنا كاتب لكم أسئلة وبدنا نحلها مع بعض حتى نشوف كيف إنه إحنا فاهمين القاعدة كثير منيح. تمام؟ شو السؤال بحكي؟ Change the sentence to negative and question. غير السؤال، غير هذه الجملة إلى نفي وسؤال، ماشي؟ طب نيجي على أول جملة. أول جملة عندي هي we had a camera. we had a camera. طبعاً إيش هاي الجملة؟ أنا بدي أحولها، بدي أغيرها، بدي أعملها نيجاتيف، نعملها نفي. شو بدي أعمل نفي؟ كيف بدي أعمل نفي؟ كيف النفي؟ النفي إنه بس بنزل we subject، وبعدين أنا كيف بدي أنفي؟ بنيجي خلص نزلنا السبجكت وي صح؟ بنيجي لعند هاد نفيها. كيف نفيها بالماضي؟ بحط did. طبعا خلينا نظبط الوي. وي did didn't، نفي بالماضي didn't. وي didn't. بعدين بنزل إيش؟ طبعا أصل الهاد have. didn't تجرد الفعل، بترجع لأصله، فأنا ما بحط هاد، بحط have. ليش؟ لأن didn't ترجع الفعل لأصله، فبصير we didn't have a camera. a camera. we didn't have a camera. طب هسا إحنا بدنا نعملها question، بدنا نعملها سؤال. كيف بدنا نعملها سؤال؟ باليس أور نو question. بدي أعملها سؤال باليس أور نو question. شو بعمل؟ بتصير did. بلش الجملة عندي بdid. did ايش؟ بعدين بعد did بيجي عندي subject did we. ماشي؟ بتصير did we. بعدين have. ليش have مش had؟ لأنه did تجرد الفعل بترجعه لأصله، فبصير did we have a camera. وبكمل a camera. ماشي؟ بصير did we have a camera. did we have a camera. طيب نيجي للجملة اللي بعديها. they had a car. they had a car. they had a car. أول شي بدي أعملها نفي. شو بعمل؟ بنزل الفاعل زي ما هو، بصير they. بدي أنفيها، نفي الهاد هنا didn't، نفي بالماضي didn't. had ولا have؟ بسرعة، had ولا have؟ have. we didn't have. we didn't have a car. بنكمل we didn't have a car. بنكملها we didn't. sorry they didn't have a car. they didn't have a car. هاي نفيناها. طب بدنا نعملها question، سؤال. شو بتصير باليس اور نو كويستشن؟ بدي اعملها سؤال، فبصير did they you did they have a car. لاحظ اول اشي حطينا did هنا بالاول، اجت عندي، بعدين فاعل، بعدين اجت عندي have. did they have a car. did they have a car. طبعا هذا question. طب نيجي لنمبر 3. she had a doll. she had a doll. she had a doll. doll معناها دمية. طيب بدي اعملها نيجاتيف، بدي اعملها نيجاتيف، بنزل الشي الفاعل زي ما هو، بعدين بدي انفي الهاد، بدي انفيها بالماضي، نفي الماضي didn't. ماشي؟ بعد didn't بنزل have بسرعة، بعديها مش had. ليش؟ لأنه didn't تجرد الفعل. بعدين adult، بكمل الجملة adult. طب كيف بدي نعملها question؟ كيف بدي نعملها سؤال بل yes or no question؟ كيف بدي أعملها؟ شو بعمل؟ بحط did هون did she did she have. طبعا ليش هذا مش هذا؟ لانه عندي did. وبكمل
بكملها أدل. Did she have أدل. بس هاي هي حل التمارين هذولا. إن شاء الله أنكم تكون فهمتوها يا رابع. أوكي يا رابع، خلينا ننتبه على صفحة 24 كتاب كلاس بوك. Open your book page number 24 please. افتح كتابك صفحة 24، بدنا نحل الأسئلة الموجودة فيها يا رابع. أسئلة الجرامر، يلا يلا. Open your book. يلا عنا A. Read and say. Replace the highlighted words with the new words. اقرأ وقل واستبدل. واستبدل إيش؟ استبدل بدل إيش؟ ال highlighted words، الكلمات المظللة البارزة، with new words، بكلمات جديدة. طب شو بدنا نعمل؟ شفتوا يا رابع مثلا هاي الجملة، شوف الجملة الأولى، he had a cell phone. he had a cell phone، والكلمة المظللة أو البارزة cell phone، صح؟ شو بعمل فيها؟ بأكس عليها هيك وبطيرها وبجيب بدلها واحدة من الكلمات هذولة. خلينا نحط بدلها موتور سايكل، خلينا نحط بدلها موتور سايكل، فبتصير he had a موتور سايكل. شلنا التلفون وحطينا بدلها موتور سايكل، فبتصير he had a موتور سايكل. طب بدنا نشيل التلفون بنحط بدلها دوغ، فبتصير he had a dog. he had a dog. طبعا كمان بدنا نشيل التلفون بدنا نحط بدلها كمبيوتر، فبتصير he had a computer. he had a computer. إذا بس شو عملنا؟ بس شلنا كلمة السيلفون، الكلمة المظللة الملونة، واستبدلناها بموتورسايكل، وكمان استبدلناها بدوغ، وكمان استبدلناها بكمبيوتر، وعملنا عليها جملة. he had a motorcycle. he had a dog. he had a computer. تمام؟ نيجي على الجملة الثانية. did they have a house? did they have a house? فهنا عندي سؤال، بدي استبدل الهاوس هنا بالكلمة الملونة اللونها احمر، بدي اكس عليها واستبدلها بالكلمات الموجودة عندي تحت هذول الثلاثة، فممكن استبدلها بكار، فبصير did they have a car. did they have a car، بس بشيل كلمة هاوس بحط بدلها كار. طيب هنا بصير did they have a swimming pool. pool. اوكي هنا did they have a swimming pool، فهنا ايش؟ بس استبدلنا بالهاوس، يعني شلنا كلمة هاوس وحطينا swimming pool، فايش؟ فصارت did they have a swimming pool. اوكي كمل. وكمان الهاوس هنا ممكن نستبدلها بايش؟ ببوت. ببوت، فبصير did they have a boat. did they have a boat. اوكي did they have a boat، يعني هل هم شو مالهم؟ هل هم لديهم قارب؟ فكمان هيك استبدلناها، شلنا الهاوس حطينا بوت. did they have a boat. طبعا شو عملنا؟ did they have a car. did they have a swimming pool. did they have a boat. طيب نشوف السؤال بي. بي سهل سؤال بي. look and write questions and answers. انظر واكتب الاسئله والاجابات. طب خلينا نشوف بي هون. طبعا عندنا هون question وعندنا الانسر، هون question هون answer، فهو حاط انه الصوره ماشي بده يسال. هون عندي سؤال، فشو شو كاتب هون؟ did he. did he ماشي، بعد did اجى عندي فاعل، بعدين did he have a drum. drum معناها طبلة. a drum. إذا did he have a drum؟ عمل سؤال، فشو بدي جاوب هو؟ شو بدي جاوب؟ بدي جاوب إنه no he didn't. no بعدين كما بعدين فاعل بعدين didn't. ليش no؟ ليش no؟ يعني مع ال no بأحط إيش؟ نفي. didn't بصير no he didn't. أوكي خلينا نعمل سؤال على الصور الموجودة تحت. عنا هاي واجن، هاي بسميها واجن. واجن معناها عربة، فأنا بدي أعمل سؤال، فبحط هنا did. بصير did. did she. did she. بعدين شو؟ did she. بعد الشي بحط have. هاي شو حكينا شو اسمها؟ واجن. واجن.
تمام، هاي سؤال. Did she have a wagon? Did she have a wagon? هل لديك عربة؟ إذن هل هي لديها عربة؟ سوري، هل هي لديها عربة؟ Yes. شو بدنا نجاوب؟ Yes she did. Yes she، نحط she هنا بعدين شو؟ did. Yes she did. Yes she did. طيب خلينا نشوف الصورة الأخيرة. الصورة الأخيرة اللي عندنا نيكلس، هاي بسميها نيكلس، عقد. عقد ماشي، عقد هذا أنا بسميه نيكلس. طبعا شو بدي أسأل؟ شو بدي أسأل؟ بحكي did you، did you، شو بعد اليو؟ بحط have. did you have a necklace in e، خليني اكتب necklace تحت، necklace. هيك نيكلس. طيب so did you have a necklace. اوكي طيب هسه بدنا نجاوب yes or no. شو ممكن نجاوب؟ انه no، هي حط لنا no فانا بدي اجاوب بالno. فشو بدي اكتب؟ بدي اكتب no، اليو بتتحول ل i لما بدي اعملها no. no i يعني هل انت لديك، هل انت لديك عقدا، عقد. فبتقول no I، أنا no I didn't، ليس لدي. okay no I didn't. وهيك حليناهم يا رابع، وأعطيكم ألف عافية رابع. خلينا نكمل حل أسئلة صفحة 24 من كتاب كلاس بوك. خلينا نكمل. طبعا عندنا هنا عندنا سؤال read and write. طبعا هنا حسب الصورة أنا بدي أحل، حسب الصورة أنا بدي أحل، بدي أكتب إنه صح عند الجملة المطابقة للصورة. تمام، فأنا شو بدي أعمل؟ شوفوا هاي البنت شو عم شو بتعمل. هل هي she had a boat ولا she had a dog؟ she had a boat يعني هي لديها قارب، ولا she had a dog هي لديها كلب؟ لا، هي لديها كلب. إذا بحط صح على المربع التحت والواحد. طيب number two، picture number two، he had a bike ولا he had a dog؟ يعني هو لديه دراجة ولا هو لديه dog كلب؟ لا، دراجة. فإذا أول واحدة. طيب هنا number three، she had a cat ولا she had a doll؟ الصورة اللي هون ماسكة قطة ولا ماسكة لعبة؟ طبعا هي إيش؟ she had a doll. إذا المربع الأخير. طيب هنا عندنا he had a laptop ولا he had a book؟ هو لديه لابتوب ولا لديه كتاب؟ لا، هو ماسك عنده لابتوب، فهو ايش؟ he had a laptop.